تفيض ولهفة تتوثب للقاء من لظهوره نترقب. ختم الأئمة يوسف الزهراء من بظهوره تصفو الحياة وتعذب. آمالنا للقائه وكأنها عطر يفوح شذاه، بل هو أطيب. أشواقنا لنراه كالإرث الذي هو بيننا متناقل لا ينضب. تنمو مع مر السنين كأنها أغصان أشجار تطول وتصلب. تتعجب الدنيا ومن فيها على ما نحن فيه، فقلت لا تتعجبوا. فالانتظار ليوم موعدنا الذي وعد الإله عبادة وتقرب. ولنا مع الرحمن وعد صادق، لا وعد مخلوق يقول ويكذب. وعد إلهي بأن العدل والإحسان سوف يراه هذا الكوكب. والأرض تنعم بالربيع وخيرها، سينال منه بعيدها والأقرب. ويزول عنا الظالمون وينتهي جبروتهم، والشمس عنهم تغرب. وإلى الذين يكذبون حديثنا ضحوا رويدا وانظروا وترقبوا. فظهور مولانا سينبئكم بمن هو مبطل منا ومن هو أصوب.